اتهم وزير الري المصري محمد عبد العاطي اثيوبيا بالتعنت، معتبرا ذلك السبب في فشل مفاوضات سد النهضه، رغم ما اظهرته مصر والسودان من مرونه كبيره للتوصل لاتفاق قانوني وعادل وملزم للجميع يلبي طموحات جميع الدول في التنميه. وكان وزير الري الاثيوبي دعا كلا من مصر والسودان الى اختيار وترشيح مشغلي سدود من اجل تسريع تبادل البيانات وبناء الثقه قبل بدء العمليه للملء الثاني لسد النهضة. من القاهرة ينضم إلينا مراسلنا أحمد مهران، ومن أديس أبابا مراسلنا جابر منصور. أحمد، ما آخر التطورات والمواقف الرسمية في القاهرة بما يتعلق أيضا بالتصريحات الأخيرة لأثيوبيا؟ في الواقع حتى الآن مصر لم تصدر تعليقا رسميا ولم تعقب على الدعوة الإثيوبية لتبادل البيانات والمعلومات بشأن تشغيل سد النهضة في مرحلة الملء الثاني التي تعتزم إثيوبيا القيام بها خلال الفترة المقبلة، لكن التصريحات المصرية تؤكد على أو تحمل الطرف الإثيوبي المسؤولية عن فشل المفاوضات في الفترة الماضية، خاصة في مفاوضات كينشاسا الماضية، بسبب التعنت الإثيوبي حسب وصف وزير الري المصري ورفض الطرف الإثيوبي لكافة المقترحات والبدائل التي طرحت في هذه المفاوضات، بدءا من المبادرة السودانية المتعلقة بتطوير آلية التفاوض لتشمل لجنة رباعية دولية، وكذلك المقترح المصري البديل الذي طرح أيضا في هذه المفاوضات المتعلق بقيادة الرئيس الكونغولي تشيسيكيدي لهذه المفاوضات وفق نفس الآلية التي تدور حولها المفاوضات حاليا. كل هذه الأفكار رفضت من قبل الحكومة الإثيوبية، وهو ما أدى إلى فشل المفاوضات، وبالتالي فإن مصر تحمل الطرف الإثيوبي وتعنته وسلوكه المتعنت في المفاوضات مسؤولية فشل هذه الجولة الأخيرة، التي كانت مصر تعتبرها الفرصة الأخيرة لإطلاق مرحلة جديدة من التفاوض بآلية مختلفة. وبالتالي فإن مصر أيضا تعتبر أن المرحلة المقبلة أو الخطوة الأحادية التي تعتزم إثيوبيا القيام بها تمثل أحد أهم وأكبر التحديات التي تواجه قطاع الري في مصر والمصالح المائية المصرية، إضافة إلى عدد من العوامل الأخرى تتمثل في الزيادة السكانية، تتمثل أيضا في التغيرات المناخية، وبالتالي مصر تجدد وتؤكد على رفضها لهذه الخطوة الأحادية، وهو موقف يعني ربما يكتسب دعما دوليا يوما بعد آخر، حسب ما سمعنا بالطبع وتابعنا من الرئيس التونسي قيس سعيد الذي أكد رفضه الإضرار بالمصالح المائية المصرية وتأكيده على أن الأمن المائي المصري جزء من الأمن القومي التونسي. أنتقل إليك جابر، ما تفاصيل دعوة وزير الري الأثيوبي لمصر والسودان فيما يتعلق بتبادل البيانات والمعلومات لتشغيل وبدء عملية الملء الثاني؟ كارولينا، سبق لمصر وأثيوبيا أن اتهمت السودان بتسببها في فشل المفاوضات، لكن أثيوبيا من جانبها قالت السودان ومصر أجبروا كذلك أثيوبيا في الوصول إلى هذه النتائج باعتبار أن الطرفان كانوا يجبرون أثيوبيا على القبول بالمفاوضات بالوساطة الرباعية في الوقت الذي رفضته أثيوبيا. لكن وزير الخارجية هنا في بيان وكذلك وزارة الخارجية الأثيوبية اليوم دعوا كل من مصر والسودان باختيار مشغلين وربما منسقين لعملية الملء الثاني التي تعتزم أثيوبيا القيام بها في يوليو المقبل، باعتبار أن هنالك السودان كان يشتكي من تبادل المعلومات، ومصر كانت تشتكي أيضا من نقصان حصتها ما إذا ما تم الملء بدون الوصول إلى اتفاق ملزم وقانوني من قبل الدول الثلاث. هذا يعتبر ربما بمثابة تطمين للأطراف. شكرا جزيلا لك من أديس أبابا مراسلنا جابر منصور. الشكر أيضا يمتد إلى مراسلنا من القاهرة أحمد مهران. شكرا جزيلا لكما.